إلى لبنان والنشاطات اللي عم نرصدها بالعاصمة بيروت، وبنروح لمسرح المدينة بشارع الحمراء لحتى نتابع أجواء مسرحيه حديث البلد اليوم The Reasons to be Pretty، وهي من بطولة نادين لبكي، طلال الجردي، ندى أبو فرحات وإلي متري. مسرحية جميلة جدا، بدعو الجميع أنه يتابعها، وخلال اللقاء حتشوفوا مقتطفات من المسرحية، وحيكون معنا لقاء مع الأبطال الأربعة لنتعرف عن جديدهم، وبصورة خاصة لقاء مع المخرج نادين لبكي اللي خبرتنا بعد ما أثبتت حضورها وبصمت بإخراج الكليبات ونجاح بالتمثيل والإخراج سينمائيا وجوائز عالمية، شو طالبة من تواجدها بالمسرح. إضافة حتخبرنا وتعطينا المعلومات الأولى عن الفيلم الفرنسي اللي إنتاجه وقصته فرنسية بحتة، وهي عم تحكي اللهجة الفرنسية وعم تلعب دور فتاة فرنسية بهيدا الفيلم. مش معقول فاضل الشغل عليك يا امرأة، بعتذر اذا انت مفكرة هيك. وما بجيتي انت جنون واشياء من هالنوع ابدا، عم تفهم شو عم بتقول؟ اعملي معروف بحياتي شو بتعصبي هالقد انا؟ إلى جانبي صديقة وأخت وعزيزة جدا، لأنه أنا من الأشخاص اللي تابعوها من أول فيديو كليب صورته، وكل اللي بيذكر تقاريري كنت سويها سابقا، وكانت إطلالتها مع النجمة نانسي عجرم والنجاحات الكبيرة. أيضا تابعتها لأنه حسس أنه مثل طفل صغير عم يكبر يوم بعد يوم بعد يوم، وصار اسمه كتير كبير بالرغم من صغر سنة، ولكن كلكم صرت تعرفوا أنه اسمه صار مش محلي أو لبناني إنما عالمي. فبعد الكليبات وبعد السينما والنجاحات الكبيرة، اليوم عم نشوفها لنادين لبكي على خشبة المسرح. هلا أنا قلت لزوجك بيناتنا، قلت له هي اليوم ما صارت أكبر من هالمحل هي فيه؟ قال لي جواب، بس اسمع جواب منك. أول شيء مساء الخير نادين لبكي. مساء الخير، كيفك؟ شقنا لك. ميرسي. منين بدك تبلش؟ بدي بلش رد على السؤال سألتني. ما حدا كبير أو صغير على المسرح، أنا بلاقي مش ضروري إذا الشخص كان معروف يقيد حاله كتير. يعني أنا مزبوط في كتير عالم قالت لي شو بدك بهالشغلة، إنه ما وقفوا معي إنه شو بدك بهالشغلة، مسرح يمكن ما تنجح يمكن تنجحي. بس أنا هيدا الشيء إنه أنا معروفة، أو إنه حتى إنه صرت معروفة والأشياء اللي بعملها ناجحة وكل هالأمور، مش مفروض توقفني من إنه جرب أشياء عبالي جربها. المسرح هي من الأشياء كان صار لي زمان عبالي جربها. قد ما بسمع ممثلين بيقولوا لك قديش إحساس المسرح هو إحساس ما بتحسه ولا محل تاني، ولا بالسينما ولا بمحل. يعني حشريتي خلتني جرب إنه أنا بدي أعرف شو هيدا الإحساس بيحكوا عنه، بعدين بدي أعرف إذا أنا ممكن كون قده. في كتير عالم عنده هيدا السؤال هو ذاته، إنه أنت شو رأيك ومش مخاطرة، إنه أوكي مخاطرة بس ما بدي أوقف هون. يعني أنا كتير حبيت دورك، وبدي أنسجم باللي عم بيقوله طلال كان أو عادل، ولكن انه معقول انت اللي ما بيحب وجهك، انت البشعة، وانت خزلان عنك، موصوفي بجمالك وبجمال عيونك. ليك في شغله، انه لما تكون مع شخص لك فتره، يمكن الشخص ممكن ينسى انه هو مع شخص جميل او وهيدا الشيء اللي عم نحكي عنه بالمسرحيه. نحن لانه صلنا فتره مع بعض، انا وعادل المفروض بالمسرحيه، صار في نوع من استلشاء، وكل ست شو ما كانت حلوه او بشعه او مهضومه، او كل ست بحاجة لنظرة الآخر لها، بحاجة لتكون نظرة فيها إعجاب. لأنه النهار اللي بتخسر إعجاب الشخص، أنا 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 مأكدة 100% إنه بيموت شقفة منه. قد ما الست تقول أنا ما بتفرق معي وأنا أعلى من هيك وأنا عندي حكمة أكتر من هيك، كلنا نهار اللي بنخسر الإعجاب، إعجاب الآخر، إعجاب الشخص اللي منحبه، بيموت شقفة منه. يعني والنجوم اللي بتشوفها
أنا أكيد كل النجوم حتى العربية اللي منعرفها واللي منتمثل بجمالهم واللي منقول هي يعني ديفا و... وجمال والبدك إيه، أكيد بحياتها الشخصية ما عندها الثقة اللي بتفرجيه يعني بتفرجيه قدام العالم، وأكيد بحياتها الشخصية في مشاكل مثل كل ست عندها مشاكل بالحياة، يعني إنه لما تكون بمنصب قوي وهيك هذا الشيء ما بيعني إنه هي بحياتها الشخصية منها ضعيفة أوقات. يعني كيف قدرت تتخلي عن شخصيتك كمخرجة عن مسرح؟ بما تدخلت بالإخراج وبكل شيء؟ لا مش بتدخل، بس أكيد بعطي رأيي، بس في محل بوقف أعطي رأيي لأنه بحترم أكيد رأي الآخر رأي المخرج. كيف هو شايفك هون؟ أكيد لأنه أنا كمان مخرجة وبعرف قديش نظرة الممثل يلي منه واثق بتدمر. يعني أنا أوقات يمكن كنت بوضع كمخرجة حس إنه هالممثل منه أكيد من الأشياء اللي عم بعملها، وهذا الشيء بزعزع ثقتي بحالي، فما بجرب قد ما فيه ما أعمل هذا الشيء، مع إنه يمكن أوقات أعمل هذا الشيء غير تلقائية، يعني غير بطريقة تلقائية، سوري غير ما أكون عم فكر فيها، بس إنه بجرب قد ما فيه أحترم هذا الموضوع. طيب شو قصتك انت والصالونات؟ يعني من كليب نانسي عجرب لفيلمك سكر بنات لهون رجعنا بالموضوع الصالون، شو قصت الصالون؟ بس عبالي شو ما بعرف، يمكن هذا الشيء له علاقه ب بالطفوله، يمكن انه هي مش قصه الصالون بس من انا وصغيره، وكلنا مرقنا بهذا الشيء، انه فكره انه النساء اللي بتتجمع مع بعضها لتجمل حالها، يعني كل انا بتذكر المطبخ عندنا بالبيت كيف كان ينعجق بهالنسوان، وحده عم تعمل سكر، وحده عم تضبط حالها، وحده عم تعمل ميك اب، كل وحده تحكي عن حياتها، عن بحس هيدا عالم مغلق ممنوع الرجل يفوت عليه، بيصير في اشياء كتير كيف بيقولوا سرية، النسوان كتير بتفتح قلبها بهيدول المحلات، وبعدين هيدا الوقت يلي الست بتفوت فيه على هالمحل حتى تجرب تحس حالها أحلى، تجرب كمان يعني في كتير مواضيع حساسة، يعني مش انه هيدا الشيء بس هيك سطحي انه نروح نجمل حالنا، في عنا كتير اشياء جوا، في كتير جروحات جوا موجودة بتدفعنا انه نروح على هيدا المحل تنجرب نظبط حالنا فيه، فهيدا الشيء انا بيعجبني. خبرينا عن اخر مهرجان طليتي فيه، وين كان وشو الجائزة اللي حصلت عليها؟ اخر مهرجان كان مهرجان فينيز، كنت انا وقتها بلجنة التحكيم ما كنت عم بقدم فيلم، كنت كمان مرشح على شيء اسمه غوتشي أورد للنساء يلي عملت حققت شيء بالسينما، مش أنا أخذت الجائزة للأسف، بس أنه أكيد الشخص الست اللي أخذت الجائزة مهمة كتير، كمان هي اللي بتعمل المونتاج تبع مارتن سكورسيزي، هي عملت له كل أفلامه، ف انبسطت كتير بتجربة فينيس، كتير انك تكون موجود هنيك مع كل هالناس اللي بتشتغل بالسينما، كل هالسينمائيين العالميين اللي عم بيعطوك، يعني انه انا ما كنت عم صدق انه انا موجودة بيناتهم، وانه رأيي انا بأهمية رأيهم، يعني رأيي انا بالافلام بأهمية رأي كل هالناس اللي حققت اشياء كتيرة بالسينما، معظم الناس أنا كنت بتمنى أن شي نهار شوفهم أو اشتغل معهم، فكنت موجودة بيناتهم وكنت من هالعيلة، هلأ أنا بقى شغلة كتير مهمة، وأكيد كان في كل الجلامور والفساتين وكل هالأشياء اللي حلوة كمان تعبك على كاربت وهالفساتين الحلوة طبعا إيه بقى كمان هذا الشيء أنا بحبه، يعني ليش لا، أنه بتحس حالك لفترة عم تلعب هيدا الدور يلي عم بخليك يمكن تطلع من الروتين حياتك يعني وتفوت بهيدي الشخصية، وانبسطت بالتجربة كتير. قلنا هناك عم تقسمي وقتك يعطيك العافية ما بين لبنان وباريس، لأنه فيلم سينما أوروبي، يعني فينا نقول بعد ما مر عبر التاريخ فنانات غير أوروبيات كانوا مشهورات، إيزابيل أدجاني وأسماء كتير، اليوم في نادين لبكة بالسينما الأوروبية. انه هلا في فيلم فرنسي، انا بال على الساحه هلا بفرنسا طبعا، وايه عم مثل فيلم كبنت فرنسويه بفرنسا، وما بعرف اذا لازم احكي كل شيء،
هو فيلم هو الأشخاص اللي معي هن فانسون لاندون وجيل لولوش، هن الاثنين النجوم يلي عم مثل معهم، وفيلم من إخراج فريد كافاييه اسمه المخرج، وما بعرف شو رح تكون النتيجة كمان بعد مرة، بس هيدا شيء ما بيمنع إني جرب، وإنه كمان تجربة حلوة لأنه عم شوف برا كيف بيشتغلوا كمان، شو هن التقنيات بيشتغلوا فيها، كيف بيتعاملوا مع الأشخاص، مع الممثلين، مع الإكيب تبعيتهم، هيدا كله أنا كمان عم يغنيني كمخرجة وكممثلة. إن شاء الله الله يوفقك وضلنا متابعينك ونجاح لأكبر، وأنت منتج لبناني بالرفع راس فيه. تسلم، ميرسي حبيبي، وانت كمان. خلص شو بدك انت الولد الصغير؟ خلص لو اشتغلت اكسترا شيفت بحقلك صلاه من شفت صغير؟ ايه يا عمي ما عم بضحك عليك. اول شيء فاتوره مطعم مثلا كان المفروض انت وياه رايحين عليه، وعندك فاتوره في كتل ثاني كان يكون معكم، شو بعمل بالحاله؟ طلال اكيد قدمت ادوار اصعب، يمكن ادوار اقل، ولكن هون في شخصيه مهضومه هيك، شو بتقول عنها او مقارنه بما قدمته سابقا؟ لانه الشخصيه هالقد قريبه منا، كان بده مجهود انه ما تطلع مبين كانه عم بتبالغ، فعن جد كان بده ينلعب على القد كلياتنا، لانه هالقد حقيقيه المسرحيه، هالقد شقفه من الحياه، بقدر المستطاع كنا عم نحاول انه ما نبين انه عم نمسرحها اذا بدك، لانه منا هيدا الجانر تبعنا المسرحيه، مثل يعني مثل ما كان كمان جاك كل الوقت انه هيدي نوعا ما بوب كورن بلاي، جاي الناس بدنا نجيب الناس بظل هيدا الجو العام بكل المنطقه بالبلد، بدنا نجيب الناس نتسلى نحن وياهم مع مسج زغطوره تتعاطى فينا نحن كبني ادمين كرجال كمراه على الصعيد الانساني على الصعيد الرومانسي اذا بدك، بس اخرة النهار كان هدفنا نرسم بسمة ضحكة يطلع من هون واحد هيك مقضى ليلة نسلى، وعم بلتقي بناس اصحاب بيجوا بيحضروا كذا، حتى بيحكوني بعد يومين ثلاثة الموضوع هيدا الموضوع هيدا الموضوع هيدا، يعني حتى بتترك اثر فيك، مش انه بتحضرها وبتفل وانه تقضيت هالساعة ونص اللي هني، لا بتترك اثر فيك المسرحية، فبس كلعب كنا دقيقين وحارسين انه نكون كأنه انت عم تطلع على جيرانك على اصحابك، حد عم بيخبرك خبرية هالقد حقيقيين لازم نكون فيها كنا. انت كرجل كمان قد ايه بتاكد مثل ما اكدت لي ندى انه فعلا المرأة قد ما كانت قوية وقد ما كان عندها سلطة وقوة، لما بنوصل لموضوع جمالها شخصيتها بتهتز؟ خلص ما تتعاطى بهذا الموضوع نهائيا، والمسرحية رغم انه هي نص امريكاني ولبناني مثل ما قلنا قبل انه هيدي القضية بتتعالج باي دولة بالعالم، المرأة مرأة والرجل رجل، فالمرأة ما تتعاطى مع شكل الخارج شو ما كان، يعني دايما حاول كون ايجابي قدر المستطاع. خلينا نخبرهم او بدنا نسألك انه نحن ما في قبل السينما بالسينما، لما سحبوه على التلفزيون بالمسلسلات انه قبل بالسينما صارت بالتلفزيون، اليوم شفناه عندكم بالمسرح. ما هلا انا باجر فيهم زيادة، انا مفروض نقوز عليهم يكونوا عم يغمروا بعض وكذا، فأنا أوقات بتركهم شوية زيادة ليروحوا لهذه النقطة. إيه هلا قبل إنه فنية إذا بدك يعني، بس إنه كمان حلو الحقيقة إنه طب ما مع بعض ومنعزلين وكذا، ومفروض هو ومرته إنه مينيموم يعني يبوسها بمكان هو وياه هو وياها، يعني في هذا مش موجودين نحن كناس، فحلو الحقيقية يعني، ونوعا ما القبلة يعني كانت إنه مش إنه هالقد فولجر بعتقد. ايه بمحله ممنون عينك انا مالت صبوحه بالزمان متبوسه عملت هاوس ما هيدي هي هيدي هي، يعني حاولنا نكون حقيقيين حتى فيما يتعلق بالقبولات. صحيح صحيح. طلال شو عم تحضر الى جانب هذا العمل؟ في عمل هلا عم نشتغل عليه لبناني سوري، اتامل انه يعني تزبط الظروف الانتاجيه تبعه لنقدر نبلش نباشر فيه. شو عم نعمل اليوم؟ الدور مختلف كليا لانه واقع كثير، اول مره هالقد بمثل مسرحيه وموضوعها واقع، يعني مثلت مواضيع اكثر اذا بدك عميقه وشوي خاصه بالتابو، يعني هيدي المسرحيه انه معتبرتها انا مثل هيك شوي سيت كوم، يعني خفيفه بس بنفس الوقت صعبه لانه بدك تحكي ما بدك تزهق الجمهور وبدك يكون انت عندك كاركتر مشتغل عليه، فكله هيدا الشيء صعب.
بس انا بالنسبه لي اكسبيرينس كثير حلوه عن جد، من جوينج يعني كل عرض، والممثلين اللي معي كثير رائعين، والمخرج اشتغل معه كثير حلو جاك مارون، فاستفدت منه كثير واكسبيرينس كثير حلوه. بالرغم من صلابة دورك انك امراه اخويه هون، ولكن كمان انت الفتاه السيده المخدوعه، شو بدك توصلي رساله لبنات جيلك من دورك؟ انه طبعا يكونوا واعيين على البارتنير اللي هو معهم، لانه بالنسبه لإلي المره اللي شوي معميه يعني ما عم بتشوف شو عم بيصير، بحس لازم تشتغل على حالها بهذا الموضوع، لانه مش مسموح الخيانه لا من طرف من طرفين، مش مسموح يعني، وخاصه انه يجيب ولد ويكون هو شاكك بالبارتنير تبعه انه عينه لبرا بس مطنش بس كرمال مجرد يجيب ولد او يتجوز لانه بيخاف. فانا ضد هيدا الشيء، وانا هيدا مسج لكل النساء يعني انه ما تخطوا ولا خطوه قبل ما تكونوا اكيدين من البارتنير يعني. طب السؤال بنسالك لانك حوا، هل فعلا مثل ما شفنا بدور نادين انه الامراه قد ما كانت قويه شخصيتها قد ما كانت لما بيمس بجمالها شخصيتها بتنهز؟ طبعا طبعا، والرجل كمان بس الامرأة أكتر، لأنه بالنسبة لها وهي ستاف اللي هي نادين عم بتقول جملة كتير مهمة، أنه أنا ما بيهمني إذا أنا حلوة بس بيهمني الشخص اللي بيحبني يلاقيني حلوة. ما يخص جديدك، شو عنا باراليل مع هذا الشيء اللي عم بيصير اليوم؟ بديسمبر مفروض فيلم اسمه ستيبل انستيبل، يعني طالع نازل لمحمود حجاج فيلم سينما، وهلا عم حضر فيلم هلا بصدى التمرين، يعني فيلم رائس اذا بدك، وفي موسيقى جاهده وهبه هي عامله الموسيقى، فيلم عن الربيع العربي مجسد برقصات تانجو، فهيدا اللي عم اشتغل عليه هلا. كل رجال وكل مرة في جواتهم الجقل بمرحلة، والجد بمرحلة، واللطيف بمرحلة، والما بيسوى بمرحلة. المهم الواحد يعرف كيف يستعملهم وايمتى يستعملهم وايمتى يتعاطى معهم. لما تكون حياته مرتبطة بشخص تاني في اشياء ما بده يلعبها، بده يسيطر. توفيق ما عنده هيدا النسيون، ما عنده اياه بالنسبة له، هو يعني بيشبهك؟ جواتي في حدا مثله لتوفيق. ايه نعم. إلى جانب هالعمل شو عندك إن شاء الله؟ حالياً عم صور فيلم سينما مع المخرجة ليال راجحة. صورت بأول صيفية فيلم مع شيرين دعيبس، وعم نحضر في بروجرام للتي في للأم تي في أنا ونانسي اسكندر اسمه كريزي لاب، شيء مرض مثل بيشبه راسي إلي، بس إنه الحمد لله فيه. وفي مقدم؟ نحن هوست لساينس شو، مش مثل المقدم التقليديا كيف بيكون المقدم، ما بعرف اعمل هذا الشيء، انا حمار بهدول الاخبار. سو في الي متري هيدي هي. ليك انا حبيت هذا عن جد، مش منك، مش مضبوط، مش مضبوط عني هيك يا ابدا. كذاب كذاب كذاب. ليك اخر هم شو قلت لك؟ اوكي انا ما قلت مش عارف. اوكي ما عنده دار، بس انه مش قاعد معك اليوم بعرف اصلا شو بيعمل يوم الاحد او شو بروح على الدكان تجيب لك مثلا. هلا انت حبيت عشان تروح على